طيب خلينا نروح للترند العالمي ونشوف اهم الاحداث العالميه في مختلف انحاء العالم، وهو الحدث الابرز اللي بيفرض نفسه مباراه اليوم ما بين مانشستر سيتي وليفربول، وده تنويه من حساب ليفربول على تويتر، وبيقول المباراه طبعا في ملعب الاتحاد مع مانشستر سيتي، المباراه هتكون الساعه 6:30 بتوقيت القاهره بقى، وهم هنا طبعا كاتبين توقيت مكه، وهاشتاج سيتي وليفربول. بمناسبه هذه المباراه خلينا اقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين اللي تم الاعلان عنه منذ قليل. في حراسة المرمى بالنسبة لمانشستر سيتي إيدرسون، وفي خط الدفاع كل من ووكر طبعا الظهير الأيمن، روبن دياز مساك هو ولابورت، وجواو كانسيلو الظهير الأيسر طبقا لل يعني الترتيب بالنسبة للاعبين. في نص الملعب كيفن دي بروين وهو كابتن الفريق، رودري وجوندوجان، وامامهم ثلاثي خط الامامي خط الهجوم، فيران توريس وجابريل خيسوس ورحيم ستيرلينج. ده بالنسبه لتشكيل مانشستر سيتي. بالنسبه لتشكيل ليفربول، فحراسة المرمى اليسون، وقدامه رباعي خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد واندري روبرتسون وجو جوميز، وجنبيه جويل ماتب، وقدامهم اثنين في نص الملعب هندرسون وفينالدوم، ورباعي هجومي من نار محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ودييجو جوتا اللي بيتألق خلال الفترة الأخيرة. معرفش ترتيبهم في الملعب هيكون إيه، هل فيرمينو هيبقى رقم 10 وقدامه جوتا فبالتالي الطريقة تبقى 4-2-3-1، ولا هيكون 4-4-2 بحيث أن يكون فيرمينو وجوتا في الخط الأمامي ويكون محمد صلاح وساديو ماني ليهم بعض الأدوار كمان الدفاعية في هذه المباراة. هنترقب ونشوف هذه المباراة. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعديه، وهو اكيد بيتعلق بمباراه اليوم ايضا مانشستر سيتي، وده حسابهم على تويتر، وقالوا مواجهه عربيه في الملاعب الانجليزيه طبعا ما بين رياض محرز طبعا نجم مانشستر سيتي ونجم النجوم واحد ابرز اللاعبين في العالم محمد صلاح، نتمنى له كل التوفيق في هذه المباراه. ده اهم وابرز الاحداث العالميه، هو الحدث الاهم بالتحديد مباراه مانشستر سيتي وليفربول، وبالتالي كان سؤالنا توقعاتكم لنتيجه هذه المباراه، ونشوف توقعات الجمهور كانت ايه. حسام ماهر قال 2-2، عبده محمد قال 2 لليستر، ورمضان سلامه قال 3-0 لليفربول، واحمد صبري قال 2-1 للسيتي، وايضا احمد عمرو قال 4-1 ليفربول، حسن جمال قال فوز ليفر 2-0، مصطفى يسري قال ليفر هيكسب 2-0 وصلاح هيسجل باذن الله، نتمنى له التوفيق. احمد عبد الله قال 3-0 ليفربول وصلاح وماني هيحرزوا اهداف عالميه، وعلي أبو علي قال 3-1 ليفربول، نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في هذه المباراة، ومباراة كمان بالليمة بين أرسنال وأستون فيلا، نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصريين في الخارج. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة متنوعة، وتحديدا فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء. الموضوع ده حصل النهارده، هحكي لكم كل تفاصيله ازاي حصل وامتى، بس ركزوا معايا. مركزين؟ مش انت بس بتسالي عن الموضوع ده، في ناس كتيره بتسال، بس اكيد عندنا الاجابه. كل اسئلتكم والقضايا اللي بتشغلكم والاخبار اللي عايزين تعرفوها والقضايا اللي عايزين تفهموها، كل ده هتعرفوه هنا في البيت الكبير. البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه، مع هاني رمزي، سهام صالح. الليله الساعة 10 مساءً على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.